مسلسلات رمضان بتصور من فترة طويلة جدا، ويمكن بعضها بدأ تحضير من رمضان اللي فات، وفي مسلسلات دخلت تصوير فعلي من شهر أكتوبر ونوفمبر. ورغم أن معظم المسلسلات ما زالت في مرحلة التصوير، لكن في أعمال انتهت من التصوير تماما، ومنها مسلسل رسائل الفنانة مي عز الدين وخالد سليم ورامز أمير وسميرة مكرون وإخراج إبراهيم فخر. والمسلسل استمر تصويره وتحضيره حوالي 8 شهور. زي تلك الحب وبداية السفر وبداية حاجة طويلة من لحظة من الليل لحظة الراحة. بنغرق في التفاصيل اللي بتكرر كل يوم، لدرجة إننا أحياناً ما بناخدش بالنا من حاجات مهمة، مع إنها طول الوقت قدام عينينا، ومع إننا متحوطين طول الوقت اللي يفكرنا ويفوقنا. يا اهلا. اهلا بيك يا استاذ. هو انا مش سايبالك على التلاجه كلمني ما تصحى؟ مصدقني ما خدتش بالي؟ معلش يا حبيبتي. يبقى ما خدتش بالك كمان من كل سنه وانت طيب يا حبيبي؟ لا ما خدتش بالي من دي كمان، بس كويس ان انت لسه فاكره. يا سلام، تلاقيك انت اللي اصلا ناسي وانا اللي فكرتك دلوقتي. لا طبعا، هو في حد ينسى عيد جوازه برضه؟ ده الفيسبوك بقاله 3 ايام هاريني نوتيفيكيشنز. والله يعني لو ما كانش الفيسبوك فكرك ما كنتش افتكرت. لا 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 خالص ابدا. أنا بهزر معاك. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. أنت طيب يا حبيبي. أظن بقى دي مناسبة تستاهل إن أنت تستأذني بدري النهاردة من الشغل. وأنا فعلا هستأذن، بس أنا هرجع البيت في ميعادي بقى. إشمعنى يعني؟ يا ابني أنا مش قايلة لك من إمبارح أخويا هشام هيوصل من السفر النهاردة. آه، الحاج هشام. وأنت طبعا لازم تروحي المطار عشان تستقبليه مع الأسرة الكريمة. معلش يا حبيبي بقى، أوعدك مش هتأخر، بس ما تنساش تعدي تاخد أحمد من المدرسة، عشان كده مش هينفع آخده النهاردة. مفهوم طبعا يا فندم. ما هو أنا فاضي. معلش يا حبيبي بقى، خليها عليك المرة دي. أقول لك على حاجة، اعتبرها ديت جوازنا يا سيدي. طب أقول لك إيه، باي باي بقى عشان باين إن في لبش كده. باي. لبش؟ لبش إيه بنت أنت؟ ألو؟ هالة يا هالة. في إيه يا منى؟ الدنيا ما طارتش يعني؟ لا طارت. أنا آسفة إني قطعت عليكي مكالمتك مع جوزك حبيبك، بس الميتنج زمانه ابتدى. بقول لك إيه؟ هو جلال هيعمل علينا مدير من أولها ولا إيه؟ طبعًا، ده جاي من أمريكا طازة، بعد ما اتوسط في عملية البيع بين الشركة القديمة والشركة الجديدة من حقه يتنطط. أنا بالذات ما كنتش عارفة تصبري عليه وعلى الأمل اللي بقى فيها. تلزمنيش، ولا هو كمان يلزمني. حافظة حاجة ممكن تقابلها الست في حياتها والراجل الخايب. اسكتي وما تقلبيش عليا المواد. وانتهت كمان النجمة يسرى من تصوير آخر مشاهد مسلسلها لدينا أقوال أخرى، والعمل من تأليف عبدالله حسن، وبيشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، نهى عبدين، محمد شاهين، ولطيفة فهمي، وسامي مغاوري، وهو من إخراج محمد علي. أما بالنسبة لمسلسلات النجوم الرجال فمعظمها بيصوروا ويمكن يستمروا لآخر رمضان، والنجم الوحيد اللي انتهى من التصوير هو الفنان مصطفى خاطر، وانتهى من التصوير من حوالي أسبوعين ربع رومي، وهو أول بطولة لمصطفى خاطر في عالم الدراما التلفزيونية، وبيشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، محمد سلام، إدوارد، وعلاء مرسي، وميرنا جميل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم النجمان أشرف عبد الباقي وأحمد زاهر، والمنتج الكبير تامر مرسي، وإخراج معتز التوني.